وشيش يوسف عبد المجيد بولس حسان الشريف عبد العالي بعد الفق الأوراق المشوهة ما كاش الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا ما كاش الإدارة والسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات وفرت جميع الوسائل المادية والبشرية من أجل إنجاح ونأكد مرة ثانية إنجاح هذا العرس لأنه عرس الجزائر أولا وأخيرا هو انتصار الجزائر وراكم تشوفوا راكم تعينوا يعني العملية تجلت أمام عيونكم أمام حضور الصحافة الدولية اللي ساهمت في معاينة عملية الفرز أو عملية في الفتح أو ساهمت طوال النهار بدءا من الساعة 8 إلى 9 يعني الأبواب تاعنا كانت مفتوحة للكل لكل الصحافة سواء المرئية والمكتوبة والحمد لله.